إيجابي في هالمباراة؟ هل تغير فقط التعادل الإيجابي؟ لا، ما هو قصة التعادل الإيجابي، يعني تلعب مع فريق محترم، فريق جيد، لكن تلعب مع فريق محترم وضدك الحكم بعد. يعني كرة واضحة، البنالتي الأخير كرت أحمر واضح، كروت صفرة تنعطى اللاعبين ما تنعطى اللاعبين التعاون. احنا ما نبغى نتحجج بالتحكيم، لكن إلى متى؟ أنا ما أحكي على نادي النصر، يعني البارح في مباراة الرائد نشوف بلنتيات غريبة واختراعات غريبة. صراحة أنا ما كنت أبغى أتكلم في التحكيم، لكن أنا زارني مستر هاورد ويب وتكلمنا في الموضوع. صراحة أنا ما أدري حكامنا ليش ما عندهم الشجاعة أن يحتسب بلنتي ويعطي كرت أحمر، واضحة ما في إلا هو الحارس، وفي بلنتي ثاني لنايف هزازي. ما في مشكلة أنك تحسب اثنين ثلاثة، ما هي مشكلة. أنا أقول فنيا كنا أفضل اليوم من أي مباراة سابقة، خصوصا في الشوط الأول. طبعا الواضح أنه حنا الإصابات جتنا، حنا لاعبيننا حنا اللي أصيبوا، والكرة الصفر تعطى لاعبيننا. على العموم المدرب يعني قرى الفريق جيد، والفريق جيدا، وفريقنا بيتحسن من مباراة لمباراة. لكن إذا التحكيم بيقف عائق، أنا ما كنت أبغى أتكلم. من بداية الموسم، من أول مباراة إلى الآن، كل مباراة على الأقل لنا ضربة جزاء أو ضربتين جزاء. اليوم ضربة جزاء وكرت أحمر، الحارس آخر واحد، واضحة ما يحتاج لها نفس الشيخ. يعني ما صراحة التحكيم سيظل مشكلة كبيرة في الدوري السعودي، في المسابقات السعودية. أنا اقترحت عليهم في الاتحاد السعودي جيبوا حكام محترفين، يعني خلوا الحكام بدل ما يكون مدرس أو موظف أو هذا يصير محترف، وإحنا نجيب إحنا كأندية نخصموا مننا 10% 15%، ويصير المعاش يعني بدل المكافأة يصير عنده معاش كل مباراة أو مكافأة كل مباراة، بس تصير 3000 دولار 4000 دولار، عشان لما يقعد مباراة مبارتين ما يحكم فيها يحس بالفرق. لكن على 1800 و2000 ريال ما يعني ما أعتقد أنها يعني تردع الحكم إذا كان سيء في المباراة. تناقشت في هالنقطة مع السيد هاورد ويب؟ طبعا تناقشت معاه، أنا قايل لأحمد عيد وعمر المهنة قبل سنتين على هذا الموضوع، وهو الحل الأمثل صراحة. وإحنا كأندية مستعدين أنه يكون هذا الموضوع يعني تخصم من مستحقاتنا، وعلى الأقل الحكام يأخذونها في وقتها. سمو الأمير، من خلال حديثك اللي أفهمه أنه الإيقافات مأثرة على الفريق، عوض خميس، إبراهيم غالب، أحمد فريدي، أو لم تؤثر؟ الإيقافات أنا أقول لك اليوم الإصابات، يعني أدرين يطلع من برا، حسين يطلع في آخر الوقت، ولا يعطون كروت صفر. التحكيم سيء جدا اليوم. إحنا نتوقع أن التحكيم يتحسن، لكن لا حياة لمن تنادي صراحة. وضعية النصر حتى الآن في الدوري لسه بدري الأمور؟ عندنا احنا بنفكر في كل مباراة على حدة صراحة، وان شاء الله اذا تجمعت النقاط في الاخير نشوف وين نكون في المنافسة باذن الله. كان هذا حديث رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عقب مواجهة النصر والتعاون التي انتهت بثلاثة أهداف لكل فريق. معي على الهاتف من الرياض محمد الغامدي مدير تحرير صحيفة عكاظ. محمد أبو بندر، مساك الله بالخير، أهلا بك. مساء الخير تركي، تحية لك والمشاهدين الكرام، وتحية للأخ خلف ملفي. أبو بندر، استمعت لي